ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا بكم من جديد في GTA 5. الاول انا حابب اشكركم على الدعم اللي بشوفه على الفيديوهات اللي قبل كده وعلى كومنتاتكم الجميله دي. فيديو النهارده هنركب مع بعض اكتر مود جرافيك واقعي في GTA 5، وهو مود الريدوكس. المود ده ليه اكتر من اصدار بسبب التحديثات اللي بتنزل على اللعبه بشكل مستمر. بيشتغل بشكل كويس على الاجهزه القويه والمتوسطه، اما الاجهزه الضعيفه فلو انت بتشغل اللعبه عندك 60 فريم، لما بيجي الليل في اللعبه وانت مركب المود ده الفريمات هتنزل ل 30 فريم، وبالنهار هتكون من 50 الى 45 فريم. فانت دلوقتي تقدر تقرر اذا كنت هتركب المود ده ولا لا. هستعرض معاكم دلوقتي المود مع بعض السيارات من الحزمه اللي الفيديو بتاعها هيطلع لك في البطاقه فوق، وفي اخر الفيديو هنركب المود. واسيبكم مع الفيديو ومشاهده ممتعه. قبل ما تثبت المود ده انت لازم يبقى عندك الملفات الاساسيه لتثبيت اي مود في لعبه GTA 5. لو مش عندك الملفات دي انا شرحتها بشكل مفصل في فيديو هيطلع لك في البطاقه فوق، بس انا دلوقتي هثبتهم معاك بشكل سريع في الفيديو ده. انا هسيب لك الملفات دي في قناه تليجرام، او هسيب لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو، وكمان هسيبهم لك في اكونت تويتر. في تويتر تقدر تخش التويتر دي بدون ما تعمل حساب تويتر ولا اي حاجه، وهتلاقي فيها اللينكات دي. حاططهم لك في اكتر من اختيار. اول حاجه هتفك الضغط على الملفات دي. بعد ما فكيت الضغط عنهم بالشكل ده هتمسح الملفات المضغوطه دي، وهتفتح اول حاجه ملف سكريبت هوك في، وهتفتح ملف البن، وهتاخد الملف الاول والملف الثالث وبي اللي هما امتدادهم دل مش ASI. بعد كده تروح عندك على ايقونه اللعبه وتدوس كليك يمين، بعد كده اوبن فايل لوكيشن، او بمعنى اصح تفتح ملفات اللعبه وتكون معاك بالشكل ده. بعد كده هتنسخ الملفات هنا وتوافق على الاستبدال. كده خلصنا اول ملف. هتيجي على الملف الثاني اللي هي باجستر، هتاخد الملفين دول كوبي وتروح برضو عندك على ملفات اللعبه وتدوس هنا بيست وتوافق على الاستبدال. طبعا مش شرط الترتيب وانت بتاخد الملفات دي. بعد كده همسح الهيب ادجستر. بعد كده الباك فايل ليميت ادجستر، هتاخد الملفين دول كوبي وتروح برضو على عندك على ملفات اللعبه وتنسخ الملفات دي هنا وتوافق على الاستبدال ونمسح الباك فايل. تيجي بقى على سكريبت هوك في دوت نت، هتفتحه هتاخد الست ملفات دول وتسيب الملفين اللي هو الامتداد بتاعهم تكست، هتاخدهم كوبي وتروح عندك على ملفات اللعبه وتسيبهم بيست وتوافق على الاستبدال وتمسح ملف السكريبت هوك في دوت نت. بعد كده هتيجي على برنامج اوبن اي في، هتفتحه، هسيب لك برده اللينك في الاماكن اللي قلت لك عليها، وتدوس على كونتينيو. هنا بيجمع الملفات بتاعته. بعد كده هتدوس على اي اكسيت وتدوس على كونتينيو. كونتينيو بيحمل بالشكل ده. كده خلاص البرنامج اتثبت. هتدوس على كلوز وتمسح ملف التثبيت. كده طلع معانا برنامج اوبن اي في على سطح المكتب اهو. هتفتح برنامج اوبن اي في، بعد كده هتختار ويندوز، هيفتح بالشكل ده. بعد كده بيقول لك حدد لي مكان اللعبه بتاعك. انا حاطط اللعبه عندي هنا في جيمز. حدد ملف اللعبه من بره وتدوس على سيلكت فولدر. هنا قال لك تم العثور على الملف، وتدوس على كونتينيو وتدوس مره ثانيه على كونتينيو. بعد ما فتح البرنامج بالشكل ده هتدوس على علامه الصح الصغيره دي، هتلاقي عندك الملفات دي مش معمول لها انستول لو انت اول مره تثبت البرنامج، فانت هتدوس على انستول للثلاثه لحد ما يبقوا معاك باللون الاخضر بالشكل ده. بعد كده هتدوس على زرار الايديت مود وتدوس يس. بعد كده هتروح تفك الضغط عن ملف الجرافيك اللي هو الريدوكس. انا هسيب لك اكتر من اصدار في اللينك اللي هسيبه لك تحت. انت حمل الاصدار بتاع 1.15 لان ده احدث اصدار في الوقت اللي انا بصور فيه الفيديو. بعد ما فكيت الضغط عن ملف المود بتاع الريدوكس انت لازم يبقى عندك على الاقل 30 جيجا فاضيين على الهارد بتاعك علشان تقدر تثبت المود ده. بعد كده هتروح عندك على GTA 5 ريدوكس الملف اللي امتداده او اي في، هتسحبه كده وتروح على برنامج اوبن اي في وتسيبه هنا بالشكل ده.
ولو عندك ما فتحش بالشكل ده هتقوم دايس عندك على العلامة دي. بعد كده انا حاطط الملف عندي على سطح المكتب هو الملف ده، وتقوم محدد ملف اللي امتداده OVI وتدوس على اوبن. اي الطريقتين اللي ترتاح لهم اعمل. بعد كده هتدوس على انستول، بعد كده تختار مودز فولدر، بعد كده تدوس على انستول كونفيرم انستليشن، هتدوس عليها هيتثبت معاك. بس خلي بالك الملف ممكن يقعد معاك ساعتين تثبيت، فما تقلقش لو الموضوع طول. انت اهم حاجه تكون مفعل زرار ريليت مود. بعد ما يتثبت هتقفل القائمه اللي هتفتح لك هنا. بعد ما ثبت الريدوكس هتروح عندك على ملف ابديت، بعد كده update.rbf، بعد كده كومن، بعد كده داتا، بعد كده تدوس على شو ان مودز فولدر بس يكون مفعل الايديت مود. بعد كده تيجي عندك على جيم كونفج، برضه هسيبه لك تحت. ولو انت اصدارك 2802 او اعلى هتلاقي الملف بره اهو، ولو اقل هتخش على ملف الاولد فيرجن. هتفتح عندك ملفات اللعبه علشان تعرف اصدارك. هتيجي عندك على ملف جي تي اي 5 وهتدوس عليه بروبرتس، بعد كده تروح على ديتيلز، هتلاقي عندي الاصدار بتاع فايل فيرجن 1180. هتروح هنا على ملف الجيم كونفج بتاعك وتبحث هنا عن 1180. انا طلع لي اهو الملف بتاعي 1180، هتفتحه وهتروح على الملف اللي بين قوسين. بعد كده هتلاقي فتح لك ملف اسمه جيم كونفج دوت اكس ام ال. هتاخد الملف ده او هتسحب الملف ده لبرنامج اوبن اي في في الامتداد اللي احنا فتحناه ده وتسيبه هنا اللي هو امتداد جي تي اي في. بعد كده فتحنا مودز ابديت ابديت دوت ار بي اف كومن داتا وتسيبه في المكان ده، هتلاقيه طلع لك اهو الجيم كونفج. بعد كده هتقفل برنامج الاوبن اي في. بعد كده هتفتح تاني الملف اللي احنا كنا ضغط عنه بتاع الجرافيك. بعد كده هتفتح الفولدر اللي موجود فيه اللي هو مكتوب ريدوكس ريشاد، هتفتحه وهتاخد الملفات دي كلها كوبي، تروح عندك على ايقونه اللعبه وتفتح ملفات اللعبه بالشكل ده وتدوس كليك يمين بعد كده بس وتوافع على الاستبدال وتسيب الملفات دي هنا كده بالشكل ده. بعد كده هتلاقي عندك برنامج ريشاد، برضه هسيبه لك تحت. هتفتح البرنامج ده، هو البرنامج ده مش اجباري تثبته، ولكن ده مجرد برنامج بيعدل لك على الالوان وشويه فلاتر كده ممكن تركبها في اللعبه، ولكن انا اصلا مش بستخدم البرنامج ده ولا بستخدم فلاتر اللي فيه. وهتدوس على رن، بعد كده تدوس على براوز، بعد كده تفتح ملفات اللعبه عندك، بعد كده تختار الايقونه اللي انت بتشغل منها اللعبه. انا بشغلها من جي تي اي في لانشر وهدوس على اوبن، بعد كده نيكست، بعد كده تختار اصدار الدايركت اكس بتاعك. انا دايركت اكس 12 وانت في الغالب برضه هيبقى دايركت اكس 12، وتدوس على نيكست، بعد كده تختارها ابديت، بعد كده نيكست، بعد كده فينش. بس كده انت ركبت المود، مفيش اي حاجه صعبه ولا معقده. وبس كده شباب يكون انتهى فيديو النهاردة، بتمنى انه يعجبكم، ومتنساش اللايك والاشتراك، واستنونا في الفيديوهات الجاية ان شاء الله، والسلام عليكم.